زينب من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام يا كيف زينب. كيف حالك يا شيخ؟ خير زينب الحمد لله. الله يسعدك شيخ. بدي أسألك أول إشي ثلاث أسئلة بعدين بتجاوبني عليهم. هلا أول إشي إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف بالرسالات اللي إجت قبله اللي هي تاعت سيدنا عيسى وسيدنا موسى. صح؟ كان عارف فيهم. سليني سليني انت. هلا ليش هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان متبع ديانة مثلا؟ هلا آخر ديانة قبل الرسول هي سيدنا عيسى، ليش الرسول ما كان متبع ديانة سيدنا عيسى؟ نعم سؤال ثاني. هي مش ديانة أوثان، هي الديانة انه كانت تدعي انه عبادة الله وحده كل الديانات. فكانت القوم تاعه بيعبدوا الأصنام، بس هو ليش ما كان متبع ديانة سيدنا عيسى؟ بعدين نزل عليه الوحي ونزل بالإسلام. ثاني شغلة، هلا سيدنا عيسى يوم ما ارتفع مش تخبى هو عند الحواريون؟ تخبى؟ يعني انه أوكي. مش هم اللي حموه. اوكي حموه. اللي حموا الحواريون. فلما شافوه لما ارتفع للسماء، ليش لحد الان انه يعني انه هم ما اظهروا هاي الحقيقه انه لا انه هو ارتفع للسماء وهيك يعني انه ليش هاي الحقيقه ما ظهرت مع انه هم الحواريون متبعيه كانوا؟ وثالث شغله، هلا بصير الحامل تصلي وهي جالسه طول فتره حملها؟ يعني طول فترة الحمل بتصلي وهي جالسة. ورابع شغلة، حكينا معك أكثر من مرة إنه تحكي معنا بعد البرنامج، حكيت إنه أوكي أوكي ما حكيت معنا. وخامس شغلة، وهي ما في خامس شغلة، أربع شغلات الحمد لله رب العالمين. اسمعي للسؤال الأول. أوكي. أولا فرق بين العلم والإدراك. تسمع بكريستوف كولومبوس؟ أكيد. تعرفين كل حياته؟ قرأتي عنه؟ لا. شو تعرفين عنه؟ يعني هيك اللي درسناه وهيك بس. إنه سافر واكتشف صح؟ متى ولد؟ ما بعرف. متى مات؟ مش بعرف. وش كانت ديانته؟ ما بعرف. فرق، وهذا الجواب أشكل عليك في النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم عن الأنبياء؟ لماذا لم يؤمن بهم؟ لأن الله عز وجل يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الله جاوبك، يعني أنت يا محمد ما اتبعت أي دين ولا قرأت أي كتاب، لأن بعد سيأتي يقول طبعا درس ثم طور الدين. علمتي؟ درس الدين ثم طوره، درس الدين وعنده معلومة بالملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول ووجدك ضالا فهدى. فحتى لا يأتي إنسان يقول طبعا، لأن هذه الشبهة القوة أنه يتعلم من رجل راهب اسمه بحيرة الراهب صح؟ يتعلم منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لسان الذي يلحدون به أعجمي، وهذا لسان عربي، هذا ما يعرف عربي، وما هذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم عنده، فكيف لو كان يعتنق ديانة أخرى؟ يعني في حكمة أنه ما اعتنق الديانة الأخرى؟ ذكرها الله، إذن لارتاب المبطلون. علمتي؟ علمتي؟ السؤال الثاني، شو السؤال الثاني؟ الحواريين عن سيدنا عيسى، من قال لك أنهم لم يخبروا برقي عيسى؟ أنا هيك قرأت هيك سمعت إنه لا أخبروا، ومنهم من قتل لأنهم أخبروا بالحق أن عيسى عليه السلام رفع أمامهم، منهم من قتل ومنهم من هرب، فهم أخبروا بالحق، وكان عددهم 12 رجلا، وقيل 9 وقيل 6. علمتي؟ وقيل أن رجلا الله عز وجل جعل صورته كعيسى عليه السلام. علمتي؟ فأخبروا بالحق، فمعلومتك أنت خاطئة، فبنيت عليها سؤال خاطئ. السؤال الثالث. ممكن. لا أكيد مش ممكن. السؤال الثالث، هذا ما يأتي له وسيم يوسف الحامل، لمين تذهبين تسألينه؟ يضر الجنين ولا ما يضر؟ لا أنا مش إنه يضر ولا ما يضر، أنا لا، الحامل بتكون عندها دوخة دائمة، يعني ما بتقدر توقف بالصلاة. إذا كانت دوخ، إذا كانت دوخ وتتعب وكذا، لا تصلي جالسة، ما في إشكال في هذا. يعني ما في إشكال. طبعا تكبر للصلاة وهي قائمة، وعند السجود والركوع تجلس. علمتي؟ انتهى الوقت. المهم السؤال السادس الخامس الرابع وشو السؤال الرابع كان؟ إنه حكينا معك أكثر من مرة تحكي معنا بعد البرنامج، حكيت لنا أوكي ما حكيت معنا. انتهى وقت البرنامج.
يعني انتهى وقتي ما راح اجاوب. على كل حال اسال الله لي ولكم التوفيق، نلتقي غدا باذن الله، استودعكم الله.